مدينة جمعة مع اسمها 2014 بس بعيدا عن عملية 80 آمنين الله أكبر. يا هذا كاتب الإعلان السلام عليكم. السلام عليكم. شلون حجي؟ والله الحمد لله. احكي لنا شو صار معك الليلة، شلون كانت الخزيفة؟ هاي الليلة كان اليهودي بشار الأسد عم يستغل نقطة المدنية ويضرب على المدنيين، نزل بالنهار امبارح بالليل بيطلع 10-15 قذيفة، وهي علامات من هون دم، روح أطفال روح نساء ما خلى، وبيقول لك الإرهابية، هذا الإرهاب، هذا الإرهاب ولا الجيش الحر الإرهاب اللي عم يدافع عن شعبه ووطنه هو الإرهابي واللي مثل حكايته عم يدمروا بلد مع شعب، يروح يستأوي على الجبهات، يطلع على الجبهات هو وعناصره يرجونا، ليش عم يتقوى على الأطفال والنساء؟ هاي الأطفال شوها، هاي شو الزنبة مثل هاو شعو ضارب اللي إيده شعو، هذا ضربه شعو، هذا شو زنبة هذا الطفل، هذا الطفل إرهابي